السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في محاضرات علم التغذية التطبيقي، وسنتحدث اليوم عن Nutrition for Oral and Dental Health الجزء الأول، وهو عبارة عن مقدمة وبعض الإيضاحات بالنسبة لصحة الفم والأسنان والتغذية المتعلقة بها. إذا Chapter 3 Part 1 الجزء الأول من Chapter 3، وهو عبارة عن جزئين، Nutrition for Oral and Dental Health. سنتحدث في هذا المقطع عن مقدمة لصحة الفم والأسنان والتغذية الخاصة بهم. Oral health هنا diet and nutrition play a key role in tooth development, gingival and oral tissue integrity, bone strength, prevention and management of diseases of the oral cavity. هنا النظام الغذائي والتغذية، قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت، العبارة المشهورة. هنا التغذية بتلعب دور رئيسي في تطوير الأسنان والأنسجة الفموية والقوى العظمية، وأيضا الوقاية من أمراض تجويف الفم وبعض أنواع العلاقات التي لها في التغذية دور كبير. هنا لو رأينا effects of nutrition deficiencies in tooth development، لو شفنا إيش التأثير التغذوي أو النقص الغذائي لبعض المواد الغذائية على تطور الأسنان. Protein and calories malnutrition، إذا كان في مشكلة في البروتين malnutrition أو vitamin A vitamin D كالسيوم والفوسفور، ascorbic acid fluoride iodine and iron، كل واحدة ايش فيها في effect in caries، caries لتسوس الاسنان، و human data اذا كان موجود في بيانات متوفرة، طبعا معظمها هنا yes ما عدا الاسكوربيك acid، ما فيش human data بتحكي انه الاسكوربيك acid nutrition deficiency في tooth development، وايضا الايرون الحديد. هنا البروتين اذا صار في deficiency بعمل delay tooth eruption, decrease tooth size, decrease enamel solubility, salivary gland dysfunction. كل هذا إذا كان في مشكلة في البروتين أو الكالوري malnutrition، يعني under nutrition human beings، بأخر نمو الأسنان وبحجم السن بيكون صغير، وكمان الحجم تبع الجم أو animal solubility أو عفوا اللي هو تذويب أو ذوبان أو تآكل المينا مينة الأسنان، salivary gland dysfunction بعض مشاكل الغدد اللعابية. فيتامين A بيعمل decrease epithelial tissue development, tooth morphologies morphogenesis dysfunction, decrease odontoplast differentiation, increase enamel hypoplasia. هاي بعض المشاكل اللي ممكن فيتامين A will decrease epithelial tissue development. Tooth morphogenesis dysfunction decreases odontoplast differentiation, increased enamel hypotechin. Vitamin D and calcium lowered plasma calcium level, hypomineralization or hypoplastic defects، يعني نقص الأملاح المعدنية كمان في فيتامين دي مع الكالسيوم والفوسفور بيخلي البلازما في تركيز الكالسيوم منخفض. A compromised tooth integrity decreases mineral concentration, delayed eruption button، يعني هنا نمو الأسنان كمان السيكونس تبع eruption اللي هو ظهور الأسنان في الفك في الأعمار المناسبة لها بيتأخر نتيجة الديفيشنسي، وهكذا في بالنسبة للأسكوربيك أسيد فلورايد أيودين أيرون. لو شفنا تشريح السن، هذا الدنتال أنيمال وهذه الخارجية هنا اللي هي الكالسيوم، هنا اللباني، هان في هنا الجنجيفا اللي هي اللثة، ولب السن، والدنتين اللي هي المكان الزهري هذا تحت الانيمال. ولو شفنا هنا
هنيجي نشوف النيرف والارتر والفين، الأوعية الدموية والعصب تحت، وهذه الأعصاب اللي والأوعية الدموية اللي داخلة للب السن حتى يتم تغذيته ويتم نموه بشكل التمام. Anatomy of the tooth again. Teeth are formed by the mineralization of protein matrix. تتشكل الأسنان من خلال التمعدن اللي بيصير مع البروتين اللي موجود في التخليق الطبيعي لفيتامين سي. هنا في الشكل الطبيعي بروتين is present in collagen which depends vitamin C for normal synthesis. هنا اللي بيعتمد على فيتامين سي في التصنيع في التخليق. كالسيوم والفوسفور requires vitamin D and A. إذا في كالسيوم وفوسفور هنا بيلزمهم فيتامين د وفيتامين A حتى يتطلب هذا الموضوع بلورات من هيدروكسيدات الفلورايد المضافة إلى هيدروكسيدات المضافة إلى provided unique carries resistance properties to teeth. يعني هنا الحماية بتصير من الفلورايد إذا بيتم إضافته مع الهايدرو اكسيبيتيت provides unique carries resistance، هنا حماية من التسوس. فهذه خاصية فيتامين د الألف مع الكالسيوم والفوسفور إذا اجتمعوا كلهم مع بعض. الكالسيوم بيعطي مع الفوسفور ديبوزيت في الكريستالز اوف هيدرو سايبيتيت. دنتال كاريز تسوس الأسنان. التسوس مرض معدي للأسنان طبعا مع بعضها. Dental caries is an oral infectious disease in which organic acid metabolites produces by the metabolism of oral microorganism leads to gradual demineralization of tooth enamel followed by rapid proteolytic destruction of the teeth structure. Caries can occur on any tooth surface. الأسنان هنا ما يصير فيها تسوس، وهذا مرض معدي عن طريق الفم اللي بسبب الأيض الحمضي والعضوي اللي بينتجها عملية التمثيل الغذائي، وبسبب الكائنات الدقيقة عن طريق الفم هن بيؤدي لإزالة تدريجية لمينا الأسنان وبنية الأسنان بتضعف. وممكن هذا بيحدث عند البروتوتايب بروتوليتيك اللي بتليها تدمير سريع ل سطح الأسنان. وطبعا التسوس هنا بيدمر السطح وبيفحر السن بشكل غير لائق وغير مرغوب. Etiology: four factors must be present simultaneously. لازم انها اربع عوامل تتوفر في وقت واحد حتى يصير تسوس. Susceptible host for tooth surface. لازم يكون في المضيف هنا susceptible host المضيف المعرض أو سطح الأسنان معرض لمين للمايكرو أورجانيزم، يعني في expose للتوث surface زائد المايكرو أورجانيزم اللي هي streptococcus mutans most common bacteria involved. describe هذا من streptococcus mutans. هذه هي البكتيريا اللي بتسبب تسوس الأسنان مع susceptible host or tooth surface. تمام، هذه جزئين. ثلاثة، fermentable carbohydrates in the diet which serve as the substrate for bacteria. يعني يجب أن يكون هناك أيضا الكربوهيدرات وهي أكثر شيوعا اللي موجودة في الدايت واللي هي قابلة للتخمر، واللي قابلة للتخمر وهي بمثابة الركيزة الأساسية للبكتيريا إن وجدت في 4 in 4 of the 6 pyramid أو my pyramid food groups. مثلا الجرينز موجود الكربوهيدرات في الجرينز، الفروتس dairy products and added sugars in the category of fats and sweets. فهذه كلها موجودة في نظامنا الغذائي اليومي، ولكن لازم تكون إيش قابلة للتخمر في هذه الأجزاء. الوقت العامل الرابع duration in the mouth or bacteria to metabolize the fermentable carbohydrates produce acids and causes a drop in salivary pH to less than
5.5. فالبكتيريا لما يصير التخمر هذا تبع الكربوهيدرات في وقت إلها اللي هو التايم، الوقت اللي بيصير فيه الفيرمنتيشن، اللي بيصير فيه تخمر هاي الكربوهيدرات اللي بتعمل الأسيد، بتفرز الأحماض أو بتكون الأحماض، واللي بيخفض الـ pH تبع السلايفة لأقل من 5 أو 5.0. وفي هذه الحالات الأربعة بيبدأ التسوس يشتغل. كاريوجينيك فودز، كاريوجينيك فودز هي الأطعمة قابلة هنا للمحتوي على الكربوهيدرات القابلة للتخمر، which then contact the microorganism in mouth cause drop في ال pH زي ما حكينا تاع السلايفا، or less than stimulate the caries process، واللي بيبدأ تسوس الأسنان إذا الميكرو أورجانيزم هذه موجودة في الفم اللي إحنا عرفناها. كاريوجينيك فودز، الكاريوجينيك هان بتعزز promote formation of caries، بتعزز وجود التسوس. fermentable carbohydrates those then can be broken down by salivary amylase. salivary amylase سكر اللي او الانزيم عفوا اللي بيحول الكربوهيدرات. طبعا احنا بنعرف انه في اجزاء من الاطعمه تبدا هضمها في الفم. الفيرمنتابل كربوهيدرات اللي الكربوهيدرات القابله للتخمر اللي سبيشالي بيصير لها بريك داون من انزيم السلايفا اللي هو اميليز، ريزلت ان لوور ماوث بي اتش، بيخفض نسبه التركيز الحمضي الفم، وبالتالي includes cracks, chips, pretzels, cereals, breads, fruits, sugars, sweets and desserts. كل الحلويات هاي والسكريات والفواكه، الخبز والبسكويت والشيبس والسيريالز الحبوب تبع الطعام، كلها هذه من الكربوهيدرات اللي ممكن تفضل في الفم. عشان هيك منصوح انه نفرش اسناننا ونغسل الفم جيدا بعد تناول خصوصا الكربوهيدرات القابلة للتخمر اللي هي المشجعة البيئية أو أحد المشجعات البيئية لمين؟ للبكتيريا اللي مسببة لتسوس الأسنان. كاريوستاتيك فودز كمان مرة، الأطعمة هنا or food that do not contribute to decay are not metabolized by microorganism in plaque and do not cause a drop in salivary pH to 5.5 or less within 30 minutes. هنا الاستقلاب هاند على الأطعمة وهضمها من قبل كائنات الحية الدقيقة في البلاك، وما بتسبب انخفاض الـ pH أو التركيز الحمض اللعابي أو أقل في غضون 30 ثانية، وهذا بيخفض الرقم للمعقول، ولكن هي مش أحد المسببات. food that do not contribute to decay are not metabolized by microorganism، يعني الأطعمة التي لا يتم استقلابها مع الميكروأورجانيزم هنا في مرحلة التسوس، ما بتكونش طرف في الموضوع. إذا فقط اللي ذكر في السلايد السابق. food that do not contribute to decay do not cause a drop in salivary includes protein foods, eggs, fish, meat and poultry, most vegetables, fats and sugarless gums. الأطعمة التي لا تساهم في التسوس اللي ذكرناه في السلايد السابق ما بتسبب انخفاض في التركيز الحمضي أو التركيز الـ pH اللعابي، اللي هي منها البروتين اللي معروف من البيض والسمك واللحوم والدجاج ومعظم أنواع الفواكه، عفوا الخضروات والدهون، والجمز اللي خالية من السكر. anti carcinogenic food prevent a plaque from recognizing an acidogenic food when it is eaten first. هنا عند تناولها بتمنع البلاك اللي هو التسوس او السوسة نفس البلاك من التعرف على الغذاء الحمضي عند تناولها اولا. may increase
salivation or have antimicrobial activity، ممكن إنها إيش يكون لها نشاط مضاد للميكروبات. Antimicrobial activity includes xylitol, sweetener in sugarless gum and cheeses. في بحطوا في الجبنة والعلكة اللي أو الليدن اللي خالي من السكر، زي محلى، محلى طبيعي ما بيروحش هذه اللي هي الأغذية هاي إنها تعمل تسوس، ما بتشجع التسوس. و prevent plaque، تقي أحيانا، تمنع من التسوس. Factors affecting carcinogenic of food, carcinogenicity of food. Frequently of consumption of fermentable carbohydrates. تواتر استهلاك أو تعدد استهلاك الكربوهيدرات القابل للتخمر في الوجبات المتكررة والوجبات الخفيفة. هنا frequent meals and snacks. Increased duration of exposures. يعني اللي رايح جاي يأكل والفرمنتيشن الكربوهيدرات هذا دائما مستمر في الفم نتيجة تناول الأطعمة بشكل مستمر. يعني السناكس كل ساعتين أو كل ساعة، هنا يعني قابلية إنه يوجد تخمر للكربوهيدرات في الفم عالية جدا، وبقاء هذا الميكرو أورجانيزم في الفم عالي. Food from consistency example liquid solid slowly dissolved، الأطعمة اللي بطيئة في البلع واللزجة أيضا ممكن كمان إنها تضل على الأسنان وتعمل التسوس. Liquid solid clearly quickly while sticky quickly while sticky foods remain on the teeth. يعني هنا بيتم بلع الأشربة أو المشروبات، بتضل الأطعمة موجودة على الفم ملتصقة بالفم أو الأسنان، المشروبات تنزل على طول في الجهاز الهضمي وما بيفضل لها أثر في الجهاز في الفم، فالجهاز الهضمي بياخدها، لكن إيش اللي بيبقى لاصق على الأسنان اللي هي الأطعمة هاي اللي موجودة في الفم. في أمثلة عليها السلايد الجاي. sequence of eating foods and beverages زي مثلا الحليب والجبنة. At the end of the meal decreases cariogenicity of the meal. هنا بيخلي الأجبان والحليب هنا في نهاية الوجبة بيكون المغذيات من الأطعمة والمشروبات. هنا مدة التعرض للأطعمة والمشروبات في على السن، فبيحفز التخمر وبيحفز التسوس. Nutrient composition of foods and beverages, duration of exposure of teeth to food and beverages. فكل هذه العوامل اللي بتعرض الأسنان للتسوس. إذا التلخيص إنه في مايكرو أورجانيزم للتسوس، هذه بدها بيئة، البيئة اللي هي الكربوهيدرات اللي بصير لها فرمنتيشن، بتخفض تركيز اللعاب في الفم لأقل من 5.5، بصير اللعاب حامضي وبالتالي تآكل الأسنان بيستمر. أيضا تناول الأطعمة في الوجبات الخفيفة باستمرار، يلتصق الطعام على الأسنان وبالتالي يتخمر هذا الطعام بمساعدة هذه البكتيريا ويسبب التسوس. بعض المشروبات لا تلتصق بالأسنان ويتم بلعها وخروجها من الفم مباشرة إلى الجهاز الهضمي، ويبقى على الطعام الملتصق بالأسنان هو المشكلة. The decay process, the process التسوس كيف بصير. The caries process begins with the production of acid as a byproduct of bacterial metabolism taking place in the dental plaque. تبدأ عملية التسوس هنا بإنتاج الأحماض كناتج عن الاستقلاب اللي بتسببه البكتيريا اللي بيحدث في مكان الأسنان أو الدنتال بلاكي أو بلاك. Decalcification of the surface enamel continues until the buffering action of the saliva is able to raise the pH above the critical level. وبيكون هنا إيش عمل اللعاب قادر على رفع درجة الحموضة فوق المستوى اللي بيسبب التسوس، فبتصير هنا إيش تآكل في طبقة الإنامل
فشوية شوية بتصير هذا التآكل، حتى إيش بيفحر السن شوية شوية حتى يصير تذويب للطبقة الصلبة المصنوعة من الكالسيوم والترسبات هاي القوية، وبيصير إيش بالاستمرارية تبعت وجود الأطعمة الحامضية بصير إيش تذويب لهذه الطبقة بمساعدة انخفاض البي اتش تبع الفم أو السلايفة، وبالتالي بيكون بيئة خصبة للتسوس. Plaque formation. Plaque is a sticky colorless mass of microorganism. هنا البلاك مادة لزجة عديمة اللون من الكائنات الحية الدقيقة، والبوليساكرايدز كمان that forms around the teeth and adhere to the teeth and gums. ويكون في طبقة ملتصقة تتشكل حول السن ويتماسك معها ومع اللثة. عفوا. It harbors acid forming bacteria and keeps the organic products of their metabolism in close contact with the enamel surface. وبدها ايش بتقوي البكتيريا هذه وبتخليها بتشكل الأحماض وبيحافظ على وجودها. كمان التمثيل الغذائي من الكربوهيدرات اللي احنا حكينا عنها في اتصال وثيق مع سطح المينا. والبلاك بيحمي السن من عملية التخزين المؤقت وإعادة البناء في هذا المكان. Black shield the tooth from buffering and remineralization action of the saliva. زي ما حكينا في البلاك كمان إيش بيعمل طبقة على البفرينج and remineralization action of the saliva. السلايفا اللعاب بيحتوي على المعادن كسائل من سوائل الجسم اللي بيعيد بناء الأسنان وبيرطب الفم. فريمينراليزيشن يعني إيش إعادة تزويد بالأملاح المعدنية. بيقل هنا shields the tooth بيمنع بيعمل شيلد بيمنع إعادة تزويد السلايفا للأملاح المعدنية. and the time plaque combines with the calcium and hardens to form calculus. ففي هنا بيصير ايش في عملية التصلب حتى للكالسيوم في الوقت المناسب، تجمع تاع البلاك هذا مع الكالسيوم وبيعمل التصلب حتى انه يشكل اللي هو الكالكولوس اللي هو الترسب تبع الكالسيوم اللي احنا بنعرفه على السن، وبصير السن بالقوة المعروفة. طبعا هنا كلياته هذا ريفيرس العكس عشان يصير التسوس موجود بمساعدة الأحماض وبمساعدة البكتيريا، بيصير عدم السماح للسلايفا اللي بتحمل كل المينرال هاي انه مع التغذية طبعا والسن انه يرسب الكالسيوم على السن، بل بالعكس بتزيد الحامضية تبعته البكتيريا هاي نتيجة الفرمنتيشن تبع الكربوهيدرات والسكريات اللي بيعمل تآكل لطبقة الكالسيوم والمينا الموجودة فوق السن، وبالتالي بتسمح للتسوس بالحصول. Acid production oral pH 5.5 allows teeth to demineralization. إذا انخفض التركيز الحامض الفموي عن 5.5 هذا إيش بيعمل؟ بيسمح للأسنان إنه يصير demineralization. demineralization يعني فقدانها للمينرالز البنائية تبعتها اللي هي مين الكالسيوم أحد أهم المينرالز اللي موجود، طبعا زائد الفوسفور وزائد بعض المعادن الأخرى المقوية للأسنان. بكتيريا الفلورايد كمان بكتيريا metabolizing fermentation carbohydrate أو fermentable carbohydrate produces acid. الكربوهيدرات زي ما احنا عارفين اللي بتتخمر بتنتج الأحماض العديدة مثل مثلا beverages categories such as soft drinks يعني تناول المشروبات الغازية باستمرار، كمان sport beverages الأطعمة اللي الرياضية والمشروبات الرياضية اللي ممكن تعمل مشاكل. citrus juices and vitamin C supplements have high acid content and can contribute to an acidic pH. يعني ممكن حتى كمان فيتامين سي وسيترس جوسس اللي هي العصائر الحامضية العصائر اللي
اللي هي الحمضيات زي الليمون والبرتقال. وفيتامين سي سبلمنتس هاف هاي اسيد كونتنت اند كان بي كونتريبيوتد تو اسيدك بي اتش، بترفع برضو حمضية التركيز الحمضي للفم. Saliva function: salivary flow clears food from around the teeth. الفانكشن تاع السلايفا هنا وظيفة اللعاب انه ايش بيعمل، التدفق هذا اللعاب بيمسح او بيعمل كليننج للطعام حول الاسنان، و provides buffering action to neutralize bacterial acid metabolism، وبايش بيوفر عمل التخزين المؤقت حتى يحيد الاستقلاب عن حمض البكتيريا، يعني بعمل عازل. Saliva is a super saturated with calcium and phosphor. Phosphorus thus promotes remineralization. وبالتالي الكالسيوم والفوسفور تركيزه عالي في السلايفا، وبالتالي السلايفا أحد وظائفها إنها إيش، بتعيد السبلمنتيشن remineralization للأسنان وإعادة الترميم للأسنان إذا السلايفا بتحتوي على الكالسيوم والفوسفور بشكل جيد. وطبعا هذا إيش بدها، إذا عرفنا إحنا الآن أحد الأسرار اللي هو تركيز الكالسيوم والفوسفور في السلايفا في اللعاب، إذا اللعاب هو المدمر أو الباني. Salivary production decreases، في انخفاض هنا في إفراز اللعاب في الفم، بيعمل مشاكل كمان. As a result of a disease affecting salivary gland function، زي لما يكون هو نتيجة عن أمراض الغدد اللعابية واللي بينتج عنها قلة إفراز اللعاب، بيعمل تآكل للأسنان والتسوس. As a side effect of fasting، ممكن يكون نتيجة كمان الصوم الطويل الأمد، برضو السلايفا بينخفض تركيزها. As a result of radiation therapy to the head and neck involving the parotid gland، كمان بيكون نتيجة تعرض الرأس والرقبة للإشعاع في حالة العلاج، زي ما في حالات مثلا الكانسر بالذات في الغدة النكافية، تأثيرها على هذا الكلام. Normally during sleep بينخفض برضو إنتاج اللعاب أثناء النوم، with the use of medications associated with the reduced salivary flow or the xerostomia اللي هي انخفاض تدفق اللعاب، أو بعض الأدوية اللي بنتيجة تناول هذه الأدوية المخفضة أو المخفضة للإفراز اللعابي لعلاج بعض الأمراض المتعلقة بهذا الكلام. Medical sequel of dental caries، نشوف ايش السيكونس او البكتيريا from tooth decay can enter bloodstream and inoculate heart valves cause bacterial endocarditis. البكتيريا من تسوس الاسنان ايش ممكن تدخل مجرى الدم وتأثر على صمامات القلب وتسبب الالتهابات تبعت الصمامات المعروفة من إفرازات الفم كل هذه يا جماعة. Oral pharyngeal secretions inoculated with bacteria can cause aspiration pneumonia. ممكن كمان إيش، كمان إفراز الفم والبلعوم مع البكتيريا يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي، التهاب أحد الالتهابات الرئوية هنا في النيمونيا يسببها اللي هو oral pharyngeal secretions، الإفرازات الفموية الملأ بالبكتيريا هاي، فإذا دخلت الدم ممكن تسبب الصمامات ومشاكلها في القلب، وإذا دخلت الجهاز التنفسي ممكن تعمل كمان أحد أنواع الأزمات والنيمونيا اللي موجودة في الرئتين. فلورايد، الفلورايد أحد العناصر المهمة، primary anti-caries agent، عامل من العوامل الرئيسية المكافحة للتسوس، عشان هيك لما بنحطه في المية احنا بكون اشي كويس. water fluoridization تدعيم او تدعيم المياه او تزويد المياه بالفلورايد بنسبة معقولة، وهذا طبعا بتحط البلدية دايما في المية. fluoridated
توث بيست، معجون الأسنان اللي مدعم بالفلورايد، كمان أورال رينسس، غسولات الفم، دنتيفريسز، أيضا المشروبات المصنوعة من بيفرجز ميد فلوريديتد ووتر، المية اللي مدعمة بالفلورايد في الأماكن اللي ممكن إحنا ناخد المية هذه منها، أحد مزودات الفلورايد للجسم. ريكومنديشن فور فلورايد سبلمنتيشن، قديش بدنا فلورايد على حسب العمر، من 0 لـ 6 شهور، من 6 شهور لـ 3 سنوات، لغاية 6 سنوات، من لغاية 16 سنة. طبعا في البداية بدك لغاية تقريبا من ربع ملي جرام لغاية نص ملي جرام، في الأدلت ممكن يوصل لجرام واحد لأقل من 3 بارت بير مليون للمية. في كل أحسبها في كل جزء من الماء يجب أن يكون التركيز في هذا النحو الجدولي. Mechanism of action: the three primary mechanism of fluoride actions on teeth are formation of fluoroapatite. الآليات الرئيسية لعمل الفلورايد على الأسنان، تشكيل الفلوروبيتايت هو عبارة عن more resistant to acid than hydroxyapatite، أكثر مقاومة من الحمض نفسه اللي هو الهيدروكسيابتيت أو apatite. Promotion of repair and remineralization of teeth surfaces with early sign of decay، ممكن إيش يعمل؟ يشجع ويحفز إعادة تزويد الأسنان بالمينرال اللي موجود على سطح الأسنان حتى إيش يحارب التسوس، زي اللي بيعمل شيلد مرة أخرى. It helps to reverse the decay process، بيساعد على عكس عملية التسوس، أو زي ما بنقول إحنا بيرجعها للبروسيس الأولاني من غير تسوس، هي مكافحة. helps to deter the harmful effects of bacteria in the oral cavity، وبرضو الفلورايد ايش بيعمل؟ بيطهر الفم من البكتيريا الضارة اللي بتعمل التسوس. caries prevention guideline: brush at least twice daily، ممكن تفرش اسنانك مرتين في اليوم، preferably after meal. هنا هذه الطرق الوقائية حتى نمنع التسوس، ممكن نفرش اسنانا مرتين في اليوم بالذات بعد الأكل. rinse mouth after meals with snacks when brushing is not possible، إذا ما كاش فرشاية الأسنان واضطريت إنك تاكل حاجة هيك سناكس، ممكن إيش تغسل الفم جيدا إذا كان الفرشاية مش معك. chew sugarless gums for 15 to 20 minutes after meals and snacks، ممكن هنا أخذ بعض أنواع الليدن أو العلكة اللي مش مزودة بالسكر من 15 لـ 20 دقيقة، والهدف منها تنظيف الأسنان. في بعض أنواع الجامز سبيشال لهذا. فلوس توايس ديلي، الفلوس اللي هو الخيط، ممكن استخدام خيط طبي، الخيط الطبي المنظف للأسنان مرتين في اليوم. يوز فلوريديتد توث بيست، استخدام معجون الأسنان المزود بالفلورايد. بير كاريوجينيك فود ود كاريوستاتيك فود، بدل الكاريوجينيك مع الكاريوستاتيك سناك في الأطعمة. طبعا هنا اللي هي ايش؟ منعا للتخمر. سناك اون كاريوستاتيك اند انتي كاريوستاتيك فود such as cheese, nuts, popcorn and vegetables، فهذه أطعمة غير مخمرة أو لا تتخمر، اللي هي الأجبان والذرة الفشار، popcorns، النوتس اللي المكسرات، وممكن ايش كمان؟ الخضار. فهذه ما بتترسب على الأسنان ولا بيصير فيها fermentation. limit between meal eating and drinking for fermentable carbohydrates، لازم يحد الإنسان من تناوله للأطعمة اللي بتحتوي على كربوهيدرات قابلة للتخمر لمسافات بعيدة. وهذه هي الطرق في التغذية التطبيقية، ممكن نوجه هذه النصائح ونقول إحنا هو هذا العلاج أو هو هذه طرق الوقاية المعروفة. تمام، بدنا نشجع الناس عليها وبدنا نعرفهم كيف بيصير التسوس حتى إنه يقتنع.
early childhood caries، لو شفنا ايش تسوس الاسنان في الاطفال في المراحل البدائية وفي المراحل المبكرة، شايفينها كيف، also called baby bottle tooth decay، ممكن نسميه ايضا تسوس الاسنان من طفل الزجاجة، يعني اللي بيرضع لسه من البزازة او اللي بياخد الببرونة او بياخد المصاصات بشكل كبير، اللي بياكل حاجات سريعة التحضير زي كل هذا حنشوفها. أول حاجة خلونا نشوف البيبي باتل توث ديكي، الأطفال اللي بياخدوا الببرونة وهم قاعدين في السرير. nursing bottle caries putting baby to bed with a bottle of sweetened liquid juice، ممكن احنا يعني هو كتلهية للطفل لسد الجوع، احيانا نعطيه في الببرونة عصير محلى، وهذا العصير المحلى هو احد الاساسيات اللي ممكن يعطوها لميات للاطفال حتى انه يهدى او يتجنبوا البكاء ويتجنبوا الجوع قبل ما تحضر له الوجبات. فممكن هذا ايش يعمل كمان، سبب من اسباب التسوس رضاعة البطل الصناعي من العصير. front teeth rapidly develop caries، لو نشوف هذا علامة يعني مؤكدة عن انه البيبي بياخد البطل بتاعت الحليب هذه، بس بدل ما هو حليب بيكون ايش عصير محلى او السكريات بشكل عام في كوجبة غذائية اساسية. nutrition care، هنا المبدأ اللي طبعا هي بتضل في تمه والبطل، عشان هيك المبدأ التغذوي او العلاج التغذوي لها، او nutrition care هنا اللي هي الرعاية التغذوية، remove of the bedtime bottle removal، يعني احنا ما ندهش زجاجة الرضاعة، هذه الزجاجة الصناعية عند النوم، هذه مهمة جدا الخطوة، يعني لما ينام الطفل ما نعطيه الببرونة حتى لو فيها حليب. modifications of the frequency and content of the daytime bottle، بده يصير ايش في زجاجة النهار او وجبة النهار بده يصير فيها تعديل، modification of frequency يعني كم مرة بيتناول الببرونة الطفل، ومش كل ما جوع اعطيه ببرونة، يعني بده يكون ايش على الاقل مرتين في اليوم تمام، لكن اكتر من هيك مشكلة. bottle content should be limited to water, formula or milk، يعني الباتل فورميلا بس هي عبارة عن مية أو مركب تغذوي معقول، يعني مثلا زي نيوتريشن برودكت خاص للأطفال أو الحليب، فهذا فقط اللي ممكن نعطيه في الباتل حتى نمنع تسوس الأسنان. فهذه مشكلة إنه نحط له في الباتل أي حاجة مثلا شوكو عصير، هذا الكلام ما بصير. infants and young children should not be put to bed with a bottle، الأطفال ممنوع وضعهم في السرير ومعاه الإجازة تبعته، إجازة الرضاعة، زجاجة الرضاعة، البطل الرضاعة الصناعية طبعا هان، أو حتى اللهاية اللي بحطوها في الفم، هذه برضو هي أحد الأسباب. teeth and gums should be cleaned with a gauze pad or wash clothes after the bottle feeding، إذا بعد حتى الحليب والعصير عفوا المية والفورم اللي اديناها للطفل بعد ما ياكلها كمان البطل هاي، بدنا ننظف الأسنان إذا واعي طبعا وشوية هيك قادر على فرشاة أسنانه في عمر سنتين أو ثلاثة بصير، ولكن يجب تنظيفها. juice can be provided in a diluted form in a cup، أعطيه العصير يشربه في كأس وليس في الزجاجة، هذه مهمة. وين children before age 2 from bottle، يعني لما يكبر خلاص سنتين امنع عنه الزجاجة الصناعية خلاص انتهى. periodontal disease inflammation of the gingiva with destruction of the teeth attachment apparatus، يعني هنا بصير مع الأجهزة هنا بيؤدي إلى التهاب اللثة اللي ممكن يصير هنا بالشكل هذا الملحوظ من تركيب الأجهزة الداعمة للأسنان، زي مثلا اللي هو السلك اللي بحطوها للتقويم. untreated periodontic
periodontitis results in a gradual loss of teeth attachment to the bone. Gingivitis early form. وبصير هنا الأسنان أو الطقم المعالج هنا فقدان تدريجي بيتعلق بالأسنان اللي إلها طبعا تذويب في العظام بيصير والتهاب اللثة في بشكل مبكر، وهذا اللي بيخلي الأسنان تتساقط أحيانا نتيجة العلاج اللي عن طريق التقويم هذا بشكل كيف بشكل يعني طويل الأمد بيسبب مشاكل. Etiology: Black in the gingival sulcus produces toxins that destroy tissue, permits losing of teeth. تنتج هنا السموم اللي بتدمر الأنسجة في الجنجيفا في اللثة. البلاك في والسماح إنها بتخف والسماح لتخفيف طبعا إحنا اللي حكينا عنه اللي هو الطبقة المانعة للتسوس أو الكالسيوم. Important factors in the defense of the gingiva to bacterial invasion. في هنا عوامل هامة في الدفاع عن البكتيريا طبعا في الغزو البكتيري هان للجنجيفا للثة. في عوامل للدفاع: oral hygiene، الصحة الفمية أو الفموية، يعني الإنسان لازم يكون ماخد باله من صحة الفم بشكل عام، هي النظافة، المضمضة، الغرغرة، فشاية الأسنان، معجون الأسنان المدعم بالفلورايد، عدم أكل الأطعمة اللي بتلتصق في على الأسنان وبتتخمر فيها الكربوهيدرات وهكذا. تعزيز جهاز المناعة مهم كمان، integrity of the immune system، حتى يقدر يحارب البكتيريا لو دخلت الجسم عبر الدم أو عبر الجهاز الهضمي زي ما شفناه في كم سلايد. Optimal nutrition، الحد الأدنى من التغذية المعقولة، التغذية المنتظمة، التغذية الجيدة الصحية اللي خالية من المواد يعني المسببة لهذا الشيء. وهذا دورك أنت كأخصائي تغذية بالإرشاد في هذه الجزئيات. The defense mechanism of the gingival tissue, epithelial barriers and saliva are affected by the nutritional intake and status. كل هذه المخاطر اللي احنا بنتكلم عنها في تأثير على الجنجيفا اللثة والحواجز هنا في السلامة الجهازية الدفاعية، وكل هذه بتتأثر كلها هذه بإيش؟ nutritional intake and status، بالحالة التغذوية وآليات التغذية. Healthy epithelial tissue prevents the presentation or penetration of the bacterial endotoxins into subgingival tissue. هنا هذه طبعا الخلايا أو الأنسجة المناعية هنا الظاهرية، الأنسجة هاي كلها إيش؟ هي حاجز دفاع، فبيمنع اختراق السموم الداخلية للبكتيريا هاي في الأنسجة تحت subgingival اللي موجودة تحت اللثة حتى تخترق اللثة وتخرب الشكل العام ل أو البنية العامة للثة، وبالتالي السن هنا بيكون في مراحل الخطر. فإذا تعزيز الحالة التغذوية مهم جدا في تقوية اللثة وتقوية السن وتقوية الطبقة الحامية، وهذا طبعا باتباع نصائح تغذوية وإرشادات عامة. Nutritional care: deficiencies of vitamin C, folate, and zinc increases the susceptibility to periodontal or periodontal diseases. The periodontal diseases هنا مهمة في تعزيز إنه أنا أعزز الزنك والفوليك أسيد وفيتامين C، فيتامين D والفوسفور، كل هدول لازم إيش التعزيز هذا. حتى ان ايش ما اعملش مشاكل في اللثة. Severe deterioration of the gingiva is seen in individuals with scurvy or vitamin C deficiency، اللي عندهم مرض الاسقربوط او فيتامين C deficiency بصير عندهم، اللي هي امراض اللثة وتسبب في تساقط وتسوس وتدمير الاسنان. فيتامين E and B أو البيتا كاروتين والبروتين have a role
المينتينال جينجيفال اند اميون سيستم انتجريتي، برضو الكاروتين والبروتين وفيتامين بي واي وسي كمان. ايش بيعمل كمان؟ فيتامين اي. كلهم هدول ايش بيسووا؟ في حفاظ على قوة جهاز المناعة. Toothless and dentures، فقدان الأسنان والأطقم اللي بنركبها إحنا البديلة، طقم الأسنان هذا denture replacement. denture are often ill fitting، ممكن إيش تدينا غير مناسبة. في اختيارات كتير بكون لسه الجمز أو اللثة ما تشكلت صح، ما صار فيها تشكيل نهائي بعد خلع الأسنان، وهذا بسبب مشكلة في تركيب الأطقم والجسور وتلبيس الأسنان وزراعة الأسنان، كلها هذه كمواد معالجة للتسوس أو مواد أو يعني خطوات معالجة لتجميل الفم بالشكل المطلوب. Food selection change أيضا كمان بتكون ايش كمان مناسبة، او تغيير هنا اختيارات الطعام. saliva production decreases، انخفاض في افراز السلايفا، يعني كل هذه سلبيات. يعني شوف انت كيف ايش الاطعمة بتسبب، والفود سيلكشن هذا بيسبب مشاكل، فلازم يتعدل هنا ايجابي او سلبي ممكن يفهم. reduced chewing ability، ممكن ايش يعمل لك كمان الضبة او التلبيسة هاي او الجسر، يخلي المضغ بطيء، وهذا مشكلة في عصر الهضم. lower calorie and nutrient intake occurs for many reasons، يعني ممكن هنا ايش من الالم ومن صعوبة البلع والهضم والمضغ، ممكن ايش يعمل انخفاض في السعرات الحرارية، وبالتالي كمان الكمية التغذوية اللي انت ممكن تاخدها تخف، فبالتالي ايش بيصير؟ decrease intake of whole grains fruits and vegetables، ممكن ما تعرفش تمضغ الفواكه والحبوب والخضروات نتيجة هذا الدنشر او هذه الضبة او التلبيس او الجسر او السن الصناعي اللي بنسميه احنا حالة طارئة ممكن نعالج فيها. results in inadequate intake of dietary fiber vitamins and minerals، يعني كل هذه المشاكل اللي بتسببها الأسنان الصناعية جماعة ايش بتعمل؟ malnutrition، وبتعمل deficiency، بتسوي low calorie، بتعمل عدم الرغبة في تناول بعض الأطعمة. ليش؟ لعدم استطاعة هذا الشخص مضغ هذه الأطعمة، وبالتالي بتسبب احد السلبيات انها بتسبب المشاكل. النيوتريشن كير، الرعاية التغذوية، هنا في هذه الحالة ايش بدنا نعمل؟ dietary assessment and counseling related to oral health should be provided to the denture wearer، اي حد لابس ضبة واسنان صناعية لازم نعمل له dietary assessment وcounseling، له علاقة بالضبة، له علاقة بصعوبة البلع، صعوبة المضغ، صعوبة تناول الأطعمة، انخفاض في هذه الأطعمة ونسبتها، وبالتالي فقدان الكميات الغذائية المطلوبة منها، وبالتالي ايش بدنا نعمل له؟ بالانس دايت بيست اون ماي بيراميد فود جايدنس سيستم، في الماي بيراميد او في الأنظمة الغذائية المعروفة الدولية، ممكن تلاقي انت هناك العلاج لهذه المشكلة. peel and chop fruits vegetables and other foods to reduce the needed مثلا هنا for biting and chewing، ممكن انت تقشر الخضروات والفواكه والأطعمة، يعني الخشنة اللي ما بيقدر الإنسان اللي لابس الأطقم هاي الأطقم الأطقم الأسنان إنه يطحنها أو يمضغها، ممكن إيش نعمل له إياها، نقشرها نعمل له إياها قابلة للمضغ أو قابلة للبلع. food can be cooked to a softer consistency، ممكن طهي الطعام لدرجة مقبولة ناعمة طرية، اللي يقدر الإنسان اللي مركب الأسنان الصناعية يقدر على ابتلاعها أو مضغها بطريقة معينة ما تعمل له الألم. meats and vegetables can be cut across the fibers into bite-sized pieces to make eating easier، ممكن إيش
تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة، خصوصا اللحوم والأجزاء الكبيرة تصغر شوية، فبتصير إيش، عبارة عن لقيمات صغيرة، سهل طحنها في الأسنان أو سهل بلعها. Sticky foods such as soft white breads, caramels, chewing gums, toffees and chew candies should be avoided. في حالة الأطقم هنا الصناعية للأسنان طبعا ممنوع هنا أو غير مسموح لهذا المريض اللي عامل التلبيسات بتاعت الأسنان إنه ياخد الأشياء المحلية اللي بتلتصق بهذه الأطقم، زي التوفي وزي الكاندي اللي معمول من الكراميل. الخبز الأبيض أحيانا صعب إنه يتنظفه عن الدنتشر، فلازم المريض يخفف أو يمتنع عن تناول هذه الأشياء. Patient can be encouraged to use their knife and fork as their teeth initially cutting food into small pieces. لازم نعلمه نظام الشوكة والسكينة، يعني الأكل بمقاطع صغيرة وبأجزاء صغيرة حتى يستطيع مضغها ويستطيع طحنها في أسنانه ويتحمل الدنتشر هذا بدون ألم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، أرجو الاستمرار في متابعة المحاضرات لكل ما هو جديد. دكتور عطا محمد القيسي، إلى اللقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله.